في علم لبنان عمي في شجرة، وايش اسمها؟ شجرة الزقوم؟ لا. السلام عليكم، رجعنا لكم يا أحلى جمهور على قلبي وعلى قلب الجميع. طبعا سابقا كانت تستعمل الأعلام والرايات في الحروب، أما في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 ظهرت الأعلام الوطنية للدول. في حلقتنا هذه خلنا نشوف الشعب البحريني أو الشارع البحريني وش عنده معلومات عن الدول وعن أعلام الدول كامل، ويعطيكم العافية. تعال شوف أبو صالح، علم وين هذا؟ العراق. لا قصدي مصر. مصر. شوف العلم هذه، مو بغريب بس الدراوالي كأنه اندونيسيا. عمي تجينا جاليات يهمي من هالبلد يبنون ويشتغلون وفي الشارع مساكين. بنغلاديش. انديا. انديا. علم البحرين فيه كم مثلث؟ ستة. ستة؟ خمسة مسامحة. ستة او خمسة، احنا قفت بين الضربتين. خمسة. خمسة. ايه. تدري ليش صار خمس مثلثات او لا؟ هو اللي عارف كان ستة اول. قصدي هو خمسة. ايوه بس السبب صراحة ما ادري. هو خمسة بس ما تدري السبب. ايه. متابعينا اللي يعرف سبب علم البحرين بخمس مثلثات اكتب لنا في التعليقات ليش خمس مثلثات. لا ولي ستة جديا والله بعد المثلثات هذه من ستة الى 11 جديا يعني. ستة 11 عمي لا 11 واجد تغوص تروح قطر. رحت واجد لا. وصلنا قطر عمي. واجد. سبعة. ها؟ وأقل يعني أزيد من ستة. أذكر أزيد من ستة. أزيد أو ستة أو خمسة يعني في الحدود بس. خمسة. ستة أو كم؟ خمسة. خمسة عمري. خمسة. خمسة علم البحر. عمي هل تعلم إن علم موزمبيق العلم الوحيد اللي في صورة بندقية؟ وهذا الشيء جدا غريب في أعلام الدول. هذه الله يسلمك إيطاليا. إيطاليا ما نتكلم لغات. رحت إيطاليا قبل؟ الأهل راحوا بس أنا ما. ما رحت إيطاليا. أنا ما رحت. وش سبب زيارتها؟ حالياً يعني. هم يوم يروحون وش كان سبب الزيارة؟ هو معروفين بالأكلات الصراحة. إيطاليا. أكلهم بالزين يعني أكلهم بالبيتزا والباستا هاي اللي معروفين فيه. في إيطاليا أمورهم طيبة. أحد علمه هنا كأنه مو مال الإمارات له. هذا الإمارات عمي. كأن الإمارات له دولة أوروبية. كان البرتغال ايطاليا يعني إيطاليا احنا نأيد الكره الايطاليه بعد ما يحتاج بعد كم نجمه في علم امريكا 37 او 35 كذي في الحرب فوق 45 30 ب 20 فوق 30 ب 20 يعني نقول كم نقول 50 57 50 50 50 يلا الامريكي يجي 50 عمي 30 لا 40 فوق 50 اوكي في علم لبنان عمي في شجره اي نعم وش اسمها هاي كنا شجره الحياه لا عمي شجره الحياه عندنا شجره الزقوم لا شجره هي فيها شجره فعلا بس ما اعرف يسمونها شجره هذه اخوك انا شجره هي فعلا شجره اللي هي اللي تطلع في لبنان هذه بس مو بعرف شو اسمها يا اخوك انا صراحه ما اعرف اسمها جمهورنا الغالي هاك صوبنا الورد اكتب لي في تعليقاتك وايش اسم الشجرة اللي في لبنان في علم لبنان ما اعرف هي مشهورة شجرة. وتنزرع في لبنان شفت في علمهم اي نعم بس ما اعرف اسمها عاد انا ما اعرف اسمها ورطنا لا لا ما تورط مو جاي على بالي كله هل تعلم ان هاواي تحمل شعار بريطاني بالرغم انه ما صارت جزء من بريطانيا هذا علم وينه الجزائر امريكا اكيد امريكا بعد وين ما نعرف علم امريكا علم سوريا كم نجمه فيه علم سوريا مو عارف اكيد عمي 11 نعم 15 اكيد عمي ثنتين عمي. والله هذه تبي الصراحه كلها اربع او سوريا ما اعتقد فيها شوف ما فيها شيء عمي يوم للامانه ما ادري صراحه ما بخربط بس ما ادري يعني متابعينا وحبايبنا اللي يتابعونا من كل محل اشيل النظاره حق اشوفكم قولوا لنا هذا العلم مال اي دوله لايك وشارك للاسترلاب الحين احنا عمي في البحرين بلدنا البحرين كم مثلث في علم البحرين ثمانية عمي مو قطر البحرين صبور
خمسة. خمسة عمي، خمسة مثلثات في علم البحرين. قوي أبو صالح. كم مثلث علم البحرين؟ أنا. والله فكرة حلوة الصراحة، ما قلنا رافقة. أعتقد 12 كأنه قالوا لي. لا 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 12 واجد تروح فوق عمي. أي العشرة يا ثمانية. والله يتروالي أعتقد على سبعة يا ستة إذا أقل. بعد أقل؟ أقل من ستة. أقل من ستة خمسة يعني؟ خمسة. خمس مثلثات؟ إيه معقولة؟ نعم. أنا أشوف أزيد من خمسة حسابي. والله يتروالي كنا أزيد من خمسة. يمكن كنت مو لابس النبارة. إي والله حبيبي. وهل تعلم أن النيبال العلم الوحيد اللي مو مستطيل؟ أنت شفت علم أمريكا طبعًا. إي شفته. شم نجمة فيه؟ هاي معلومة ما تغيب عن أحد. لا مو متأكد بعد منها. ستة إلى سبعة. احنا اللي نشوف العلم نشوف نجوم. اي نجوم في بس ما ادري بالضبط يعني ما احط بالي على ان كم نجمه. 33 33 او 11. لا اقل او ازيد. ازيد فوق 50. 50 عمي ليش جبتها 50؟ هي 50. شلون جبتها 50؟ بس خمنت يعني. خمنت عدد ولايات. عدد ولايات 50 نجمه على عدد ولايات امريكا. في لبنان، علم لبنان في شجرة، وش اسمها؟ الصنوبر. الصنوبر، لا معلومات قوية. وش اسم الشجرة؟ الأرز. علم سوريا عمي، شم نجمة؟ علم سوريا هذي سوريا لا بحطينا أنا والله ولا 20 مرة رحت سوريا. شم نجمة فيه؟ علم سوريا. نجمتين. نجمتين عمي. نجمتين. نجمتين. أبو حرام هي علم وين عمي؟ هذه ألمانيا. بالالماني لا بس يعني نعرف الله يرضى عليك. انا عمي اعطيك صارك بيني وبين الجمهور انا اطلع عدو مواجد. ايه؟ عشق الالماني انا البي ام دبحتي. الله اكبر الله يعطيك صحة. يا اخي ترى من البحرين كلهم يحبون البي ام ترى. ايه اغلبهم. البي ام عشق لا الله اكبر. انت عمي ويش؟ انت مصوبنا الالماني او ايش؟ انا امريكي. امريكي. اكو تاهو ينطرني. يعني امريكي. وهل تعلم عمي ان علم جزيرة صقلية في ثلاث ارجل يرمز الى ثلاث اركان الجزيرة؟ كم مثلث في علم البحر؟ مثلث والله ما بتذكر بس تسعة الظاهر. تسعة مو متأكد يعني بس الظاهر تسعة. أنا من عنده ومن عند الاسطرلاب يقول لك عدد مثلثات علم البحرين خمسة. كم مثلث؟ خمسة. خمسة. كم عدد مثلثات علم البحرين؟ ثمانية. ثمانية؟ إيه. لا علم قطر. أوسف خمسة. فاربو. خمسة إحنا خمسة. خمسة عمي. خمسة خمسة خمسة. خمسة, 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 خمسة عدد مثلثات علم البحرين. نعم. كم عدد مثلثات علم البحرين؟ خمسة. خمسة عمي. إيه. معلومات قوية عمي. إيه. علم أمريكا في كم نجمة؟ بعد ما سألتك يعني وايد صعب الصراحة. كم صوبك عمي؟ How many stars are American flag? 52 state I think. 52 state. أعتقد 52 state. 52 نجمة. 50 الاثنين انا ما احبه. يلا 50 50 50 عدد النجوم في علم امريكا. هو قبل اللي عارفه كان 50 على ما اظن بس زاد صار 51. حلو 51. اي لا انا اقول لك ارجع قبل 50. خلينا نرجع قبل. احنا نرجع لقبل 50. حاليا بعد 50 عدد أوكي. نجومهم 50. نعطيها 40. 40. وهل تعلم يتم تنكيس جميع أعلام الدول في حالات معينة إلا علم السعودية لأنه يحتوي على الشهادتين؟ في علم لبنان في شجرة. إيه شجرة الرز. شجرة الرز هاي المدرجة الرز. يسمونها وال إيه شجرة الرز. صنوبر. الصنوبر عمي أو الأرز. الأرز. كم نجمة في علم سوريا؟ هم عدد نجوم يعني بسيطة. ثلاثة أعتقد كنا. أعتقد ثلاث نجوم في علم. كل ثلاث عمي. أعتقد شذي ثلاث نجوم أو نجمة. إيه إحنا نشوفهم بالعيون عمي. إيه هم ثلاثة. بالعيون عمي. ثنتين. ثنتين. عدد علم النجوم اللي في علم سوريا ثنتين عمي. ما عم بفتح عليك ما أدري. كلش ما أدري عمي. نجمتين عمي. هي علم من أيام الحروب ما زال لحين ما تغير. هي علمه. هي بلد. مو صوبنا يعني مو من الخليج بعيد. نقول دنمارك. حلقتنا اليوم كانت مختلفة، سألنا فيها الشارع البحريني عن مختلف الدول في العالم برا وداخل الخليج العربي. أتمنى أن جمهورنا الحبيب استفاد من المعلومات اللي أعطيناكم إياها. كان إياكم عبد الرحيم في برنامج الاسطرلاب والسلام عليكم ورحمة الله.